تأتي لحظة أن يكون العناد عدو اللاعب. بالنسبة للاعب الذي يفكر فقط في الفوز فالعناد سينقلب عليه، بينما بالنسبة للاعب الذي يشك الشك المنافسة يحب التحدي ضربته الخلفية بشكل صحيح. قلت له مع تلك الضربة الخلفية لن تفوز، فأجاب لا أعرف إن كنت سأفوز لكن هذا سيكلفه الكثير. لقد فعلها وانتهى به الأمر بالفوز بالبطولة. لم يعتبر عدم الفوز خيار، أنا فعلت لكنه لم يفعل. الشدائد لا تمثل تهديد بالنسبة إليه، إنه ليس خائفا من الخسارة، إنه يراها كتحدي وسيلة لتجاوز نفسه، إنه يراها كتحدي وسيلة لتجاوز نفسه. هذا ما جعله قويا وهذا. تتلقى ضربات حتى تحاول وتتفادى القاتل منها. بالنسبة لرافا لا توجد مشكلة، إنها تحديات أهداف يجب تحقيقها. كل شيء عبارة عن لعبة بالنسبة له، والقدرة على اللعب في الحياة ما نخسره جميعا في وقت مبكر استطاع أن يحتفظ به إلى الأبد. كان لدينا دائما أولئك الشباب المالكين لقدرة الفوز في وقت مبكر من مشوارهم المهني. المثير للإعجاب بالنسبة إليه هو ثباته في كل الأوقات. اللاعبين القادرين على الحفاظ على الحماس والقوة نقطة بعد نقطة من 1 يناير حتى شهر ديسمبر وما يتخلله، لم أرى ذلك من قبل. ما يفعله حاجة للبقاء في القمة، لكنه تخطى ذلك. لقد كبرنا مع الفكرة، اللعب في بطولة الملاعب الترابية والفوز يوما ما في رولان جاروس بعمر 19 سنة. كان قد فاز بالفعل بها في المرة الأولى التي ذهب إلى هناك، قد فاز بها وهذا يمنحك راحة بال لمتابعة مسيرتك المهنية في التنس. أحب أن أعتقد أن هذا هو التحدي الأقصى، وهو التغلب على نادال على الملعب الترابي فقط في رولان جاروس خلال مسيرته المهنية. من الصعب القيام بشيء أفضل، وبسبب تلك النتائج هو يمتلك تلك الهالة في الملاعب الترابية. حتى أنه أقوى في رولان جاروس لأنها البطولات الكبرى لكرة المضرب. لنكون صادقين، حين تكون بتلك الجودة ما يدفعك إلى الأعلى هو البطولات الكبرى. تركيزه في كل سنة ينصب على رولان جاروس. إنه يأخذ بعين الاعتبار بعدا آخر في رولان جاروس لأنها من 5 مجموعات وعليك الفوز بثلاثة منها. كان الأمر ليكون سهلا أن تفوز عليه بمجموعتين، ويكون متبقي أن يقول لاعبين آخرين إن خسرت المجموعة الأولى والثانية فقد هلكت. في رولان جاروس تأتي مزايا نادال معا، وهناك واحدة بالتحديد، المجموعات الخمس وبطاقاته الرابحة بقدرة على خسارة واحدة. عادة ما يبدأ هذه البطولات رولان جاروس واهم قليلا في أول مبارياته. حدث ذلك في إحدى السنوات ضد إسنار، ثم ضد أندوتشار، ومرة ضد بيلوتشي. إنه بحاجة دائما يثبت لنفسه مرة أخرى أنه يمكنه فعل ذلك، إنه يفتقر للثقة بنفسه، ويحدث هذا خلال كل بطولة. في البداية يحتاج المحرك للإحماء وأكثر اللحظات تميز في مسيرة مهنية قد عشتها على الملعب. لذلك كل مرة تتاح لي فيها الفرصة للعب هناك يكون شعورا خاصا جدا جدا. بالتأكيد أبعاد الملعب هي ميزة. كلما كان الملعب أكبر كلما كانت مساحته أكبر، يسمح بإيجاد زوايا ولعب حالة دفاعية أفضل. في فيليب شارتي المسافة بين الخط الأساسي والمنبر ضخمة في ملعب أصغر، عليه البقاء قريبا، وكلما كان قريبا كلما كان معرض للهجوم. هذا الملعب قد وجد لأجله، كما لو أنه وجد لأجل بورو. ومن الصعب جدا الفوز بنقطة بالإرسال، وهي على الأرجح التي تحتاجها أكثر، ولهذا السبب من الصعب التغلب عليه هناك. في ملعب صغير حين يقوم الخصم بالإرسال يكون لديك الانطباع أنه ليس لديك الوقت الكافي لإعادة إرساله. في ملعب كبير ما تراه مختلفا، اتجاهاتك، اللافتات، الحشوز، عمق الملعب أكبر بكثير، يعطيك انطباع أن كل شيء أبطأ. أتذكر أول مرة لعبت فيها هناك
قمت بالإرسال وقمت أعد واحد اثنان ثلاثة أربعة ومن ثم تطلق تلك الكرة العالية ولا تعرف ماذا تفعل. لديك شعور بأنك تضرب بأقصى قوة لديك والكرة لا تذهب لأي مكان. يجب أن تكون دقيقا وإلا فلن تنهي أبدا نقطة واحدة. بالطبع كلنا نتوقع اللحظة التي سيخسر فيها، إنها صدمة للجميع. عليك لعب مباراة مثالية لتتغلب على نادال. الوحيد الذي كسر ذلك الهدف كان اللاعب السويدي روبين سودرلينغ، لأنه في ذلك اليوم عينا سودرلينغ كانتا تشتعلان، كان لديه كل شيء. سيكون هناك علامة استفهام دائما حول المشاكل في ركبته، لكننا لم نتوقع تلك الخسارة ضد سودرلينغ، ومن الواضح أنها كانت خسارة مؤلمة. السر هو في جعل روبن يؤمن بنفسه، يؤمن أنه في الواقع بمقدوره الفوز ضده، لذلك كان خليط من لاعب روبن بطريقة عدائية جدا، مرسلا قنابل دائما للكرات العائدة ومحاولا الحفاظ على الكرات القصيرة بقدر الإمكان. الخليط بالنسبة لرافا ربما لم يكن أفضل أيامه، ارتكب بعض الأخطاء المزدوجة وبعض الأخطاء التي من النادر رؤيته يرتكبها خاصة في باريس. لا أعرف إن وجد قبلا شيء مشابه. خيال حين كان في الرابعة أنه سيفوز ببطولة مونتي كارلو 8 مرات متتالية، كنت سأقول أن هذا غير معقول، أو أنه سيكسر الرقم القياسي بعدد المرات المتتالية التي فاز بها بالملاعب الترابية، أو أن يكسب بطولة رولان غاروس 8 مرات. نعم كنت سأندهش. معجب؟ في النهاية هو ابن أخي، لقد عرفته منذ كان صغيرا وهو لا يثير دهشتي أبدا. أعرف كم كانت الأشياء صعبة التي حدثت في مسيرة المهنية، خصوصا في رولان غاروس، وأحيانا أنظر إلى ما فعلته في البطولات تشعر كأنه من الصعب أن يتكرر مرة أخرى. بالنسبة لي لن أحاول العودة للبداية من جديد. أحيانا عندما أنظر إلى النتائج أنبهر بما فعل، أبقى متقدما يوما بعد يوم، أعمل بجد يوميا، لهذا قد وصلت إلى هذا المستوى. أنا خالد واشتغل بهذه الشركة، مو مهم اسمي ولا اسم الشركة، المهم ركز على 21. كيف 21؟ يعني تنسى هذا وخليك في هذا، وبرضه ركز على 21. الحياة مو كلها شغل، لازم يصير عندي الوقت علشان 21. هذه سلمك الله قاعدة ماشي عليها من سنتين وحسيت معها بحياة مختلفة، فضل الله. ثم واحد إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن. سلمان بن عبد العزيز، آل سعود. أولاد عبد العزيز وأبناء من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وأولى يعود رحمهم سلطان ونايف، وأنا الآن اسمي كما هو رسميا خادم الحرمين الشريفين. نحن والحمد لله كنا في صغرنا تحت رعاية والد الملك عبد الرحمن الله، كنا نصلي مع قد الفور ونحضر مع الغداء والعشاء كذلك بلادي، وكنت أتمنى أن أخدم والدي الملك عبد الرحمن الله، لكنني تمكنت من خدمة ديني قبل كل شيء وبلادي تحت إشراف وتوجيه
من سعود رحمه الله. والد فيصل رحمه الله كان نائب الملك في الحجاز، هذا دليل احتمال الدولة بمكة والحرمين الشريفين، مكة والمدينة. ليس بن سلمان عبد المشروع مشروع خاص والنية مصالح النية والحرص على مصالح الوطن، هذا ما أعرفه من خلال معيش معيشته رحمه الله. هو الله يرحمه عودنا على الناس أن نكسر خيمة الصغيرة، وكان الملك فهد الملك رحمه الله ومن رحمه الله هم أساتذتنا في هذا الأمر. الملك عبد الله سافرت معه أول سفرة في حياتي، هو سبق سافر الملك عبد الله، وكنا نعتبر الملك عبد الله في ذلك السفرة هو رئيسنا. التي ما زالت على قيد القوة، الطائف تعيد حدث الماضي الذي ولد عشقا عريقا، مهرجان ولي العهد للهجن. مضمار ميدان الطائف يستقبل أكثر من 10,000 مطية، تجسد المهرجان الأقوى من نوعه في المنطقة. 40 يوما تحكي التحدي، و781 شوطا يرسم تنافس المطايا المشاركة من السعودية والخليج والعرب. ضخامة الحدث بقدر قيمة الجوائز التي تصل إلى 45 مليون ريال تنتظر الأكثر تحقيقا لنقاط المسابقة. مهرجان ولي العهد. تقدموا بأدائهم على مدى السنوات. خلال 17 مواسم صنع ستيفن جيرارد ضدا له في ليفربول. أنطوان غريزمان أصبح وعدا، لكنه كان بحاجة لدعم المدرب تشولو لكي يقدم أفضل ما لديه. بينما كان فرانك ريبيري نجم العرض في الوقت المناسب. من المهاجمين من قبله، صرح أنطوان غريزمان أن دييغو سيميوني كان وراء انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في عام 2014. منذ زمن طويل أظهر أتلتيكو اهتمامه بي، والحقيقة هي عندما قاموا بدعوتي استجبت بسرعة. ونادي كبير فاز بنهاية دوري أبطال أوروبا والبطل الحالي في الدوري الإسباني، لذلك لم أتردد لحظة. Es el finalista de la Champions League y el campeón actual de la liga, así que no me pregunté y me fui. لم يأخذ منه وقتا طويلا ليحصل على أول لقب له مع النادي بفوزه بالكأس السوبر الإسباني. على الرغم من أنه ولد في ليون، غريزمان لم يلعب من قبل لنادي محترف فرنسي. كان يتدرب في نادي ليون للشباب، ولكن كان يعتبر ضعيفا جدا للانضمام الى الأكاديمية الخاصة به. بدلا من ذلك بدأ تدريبه من قبل والده في ماكوني، وفي سن 14 غريزمان كان محط اهتمام نادي ريال سوسيداد الإسباني. جيل 20 هدفا في 49 مباراة. الربط بين كل من الأسلوب الفرنسي والإسباني هو سمة بارزة من أدائه، وكان لديه جانب صبياني بعض الشيء، مثل ارتدائه لملابس داخلية عليها سبونج بوب يوم المباراة قائلا من أجل الحظ. لكن الأمر لم يكن يسير دائما على نحو جيد، على الرغم من أنه فاز في بطولة الأمم الأوروبية مع فرنسا مع الفريق لأقل من 19 عاما. كان غريزمان جزءا من الفريق الفرنسي لأقل من 21 عاما، حيث تم حظره من المنتخب الوطني لمدة عام. و
ولكن بحلول عام 2014 غريزمان بدأ يتراجع ويراجعون نفسه، مما دفع ديديه ديشان لدعوته إلى منتخب بلاده، وكان ضمن طريق كأس العالم 2014. بدأ غريزمان يتقدم بقوة ومع المدرب مثل تشولو الذي يبدو مستعدا للوقوف إلى جانبه، وليس هناك حد لما يمكن لغريزمان تقديمه. لاعب خط الوسط الفرنسي فرانك ريبيري هو واحد من أكبر نجوم كرة القدم في العالم. هو الآن في بايرن ميونخ، ولقد حقق نجاحا كبيرا مع ألقاب متعددة في الدوري والعديد من الميداليات في الكأس الألمانية ولقب في دوري أبطال في عام 2013. إذا كنت قد حصلت على هذا اللقب لمرة واحدة فهذا أمر رائع، هذا لقب عظيم، إنه أمر رائع للنادي ولمسيرة الاحترافية والجماهير. أمل أن يكون اللاعب في ميونخ أمرا سهلا، كان عليه المثابرة وخصوصا خلال فترة المدرب السابق لويس فان غال مدرب الفريق بين عامي 2009 و2011. على الرغم من أنه فاز بالدوري والكأس في عام 2010، بالنسبة لريبيري كانت تلك الفترة الأقل نجاحا له مع الفريق. حتى قبل مجيئه صرح في إحدى الصحف أنه كان غير مبال بالأسماء الكبيرة وأن جميع اللاعبين متساوون، ثم عندما وصل كانت أول الفترة هناك سيئة مما أدى إلى فقدانه لثقته بنفسه. كانت علاقته هناك سيئة جدا، إنه لأمر محزن، إنه بالنسبة لي كان مدربا جيدا لكنني إنسان أيضا وكان الأمر صعبا. لاعب جناح صعب مع أسلوب مميز في اللعب، اسم ريبيري ردد إلى جانب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد أن تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية في مناسبات عديدة. في الميدان لا أعرف ما حدث به فقط. Ich denke nicht etwas, was ich muss so machen oder so. Nein, sie kommt einfach alleine. Ich mache selbst, was mein Gefühl sagt. مر على ريبيري وقت عصيب في المنتخب الوطني الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012 التي عانى فيها من تمرد الفريق. ولكن كان هناك مخرج من الأمر مع عضو من الجانب الفرنسي الذي احتل المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2006 ولعب إلى جانب الكبير زين الدين زيدان، هو بطل في وطنه وهو الآن صديق ريبيري. كنت صغيرا عندما لعبت مع زيدان في المنتخب الوطني، كان بالفعل شخصية عظيمة. أنا أتحدث عاش فرانك ريبيري حلمه بلعب كرة القدم ويؤكد أن الأمر ممتع له من أول يوم بدأ فيه هذه المغامرة، وعلى الرغم من بعض الانتكاسات لكنه أصبح نموذجا مثاليا ليحتذي به الجيل القادم. بالنسبة لي كرة القدم هي عبرة عن عمل ولكنها أيضا ممتعة، عندما أكون في التدريب أو على أرض الملعب الأمر يكون ممتعا بالنسبة لي، كل شيء من المراوغة إلى الجري والمقاومة يمنحني شعورا جيدا أو ذلك الامتنان من الجمهور، ودائما أمر جميل ويمنحك شعور جيد. على الأخطاء التحكيمية خلال الحكم على الأهداف، ثم تحول الحديث إلى إدخال تكنولوجيا الفيديو لمساعدة الحكم في القرارات الكبيرة على الملعب. ولكن قبل أن يحصل ذلك على أرض الملعب، الاتحاد الأوروبي قام بمسابقة مع تداعيات لا وصف لها. في عام 2014 استلم فيليبو إنزاكي مهمة مستحيلة، العودة بميلان إلى القمة حيث اعتاد الوجود. منذ أن تنحى ماسيميليانو أليغري عن منصب مدرب ميلان في بداية من ذلك العام بعد 4 مواسم قوية، شهد النادي تداول العديد من المدربين.
شغل مورو تسوت الفراغ لمباراة واحدة حتى تولى كلارنس سيدورف منصبه، لكن الأمر لم يأخذ من سيلفيو بيرلوسكوني إلا 4 أشهر لإقالة المدرب الهولندي، الرجل الوحيد الذي فاز ببطولات الدوري مع 3 أندية مختلفة. ثم جاء بطل النادي فيليبو إنزاغي. كلاعب يقول السير أليكس فيرغسون أن كان له دورا أساسيا في عام 2007 في دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية للفريق مع ليفربول حيث سجل هدفين. في الواقع هناك رجال قليلون مثل الرجل المعروف باسم سوبر بيبو في الوقت الذي فاز به بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالية ولقبين في دوري أبطال أوروبا وسجل رقما قياسيا بتسجيل 10 أهداف بتقنية هاتريكس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي واحتل المرتبة 6 بين هدافي الفريق مع 126 هدفا. في عام 2012 انتقل من الملاعب كلاعب إلى التدريب، بدأ بميلان بعد ذلك بعامين انتقل إلى الفريق الأول. عندما اعتزلت قبل عامين أخذت على عاتقي هذه المهنة جيدة كمدرب مع أمل تدريب ميلان ولو ليوم واحد. كان ميلان دائما حب لي، قدمت كل شيء لهذا النادي وحصلت على الكثير في المقابل. لكن ما حصل عليه هذه المرة كان ميلا مختلف عن الذي كان في وقته، مع سياسة نقل تهدف إلى التوقيع مع أقل اللاعبين أجرا من بطولات الدوري الأخرى، وأصبح حلم تدريب إنزاغي كابوسا. من كل الاتجاهات بما في ذلك النساء مع زوجة جيان باولو فازيني سيلفيا التي تلقي بالكثير من الانتقادات على إنزاغي لفشله في دوره في الفريق. حياته الشخصية تأثرت أيضا مع شائعات عن وجود علاقة حب مع ابنة المالك الرئيس التنفيذي لشركة النادي باربارا بيرلوسكوني، كلاهما نفى هذه الادعاءات بسرعة. نفسه قارب النادي على الإفلاس حيث باعوا حافلة الفريق لخفض التكاليف مما أبهج خصومهم الذين استهزأوا من القرار على تويتر. مع كل هذه الكوارث واحدة تلو الأخرى، هل يمكن لإنزاغي أن يفعل شيئا لتغيير رأي المالك في بيع النادي؟ مع مشتري مناسب يمكن أن يتحول كابوس إنزاغي إلى حلم جميل. يبدع في إيطاليا وستيفن جيرارد ينضم إلى فريق برنامج نجوم كرة. الفرنسي جيريمي مناز هو الرجل الذي يتعلق كثيرا بالأشياء التي يحبها. الأولى هي شريكة حياته وأم طفليه، والأخرى هي كرة القدم والتي لا يحب تمريرها لأي أحد آخر. إنه المميز أحبط زملائه ومدربيه في موناكو وروما وباريس سان جيرمان عن طريق الاحتفاظ بالكرة والمراوغة بدلا من التمرير. العادات القديمة لا تموت بسهولة، ولكن لاعب ميلانو سانسيرو يمكنه التعامل مع الأمور الشخصية أكثر من أي شخص آخر. في إحدى المرات قام بإيواء أكثر اللاعبين جنونا ماريو بالوتيلي. مينيز استبدل بسهولة سوبر ماريو مع لاعب ميلانو الذي يسجل أكثر ويمرر أقل، والذي يتميز بلعبه الجميل على أرض الملعب. حبه لهذه اللعبة جعل من المدربين يفضلونه على المستوى الدولي. خذ على سبيل المثال فييرو 2012 حيث قدم دورا مهما مع أولا. لم تحصل على هذه الفرصة في المشاركة في إحدى المنافسات الكبرى كثيرا في حياتك، حتى إذا كنت بحاجة إلى بذل جهود خاصة،
فأنت تحتاج لمساعدة الفريق قدر الإمكان، وربما بعدم تغيير طريقة اللعب، ولكن على الأقل مساعدة الفريق هي الأولى. الحكم الإيطالي نيكولا ريتزولي وحارس مرمى القائد هيوغو لوريس. مما كلفه حظر من مباراة واحدة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مما أساء إلى سمعته وأصبح يعرف بالأناني. مع ميلان شهدت حملته ل 2015 تسجيل الكثير من الأهداف للمرة الأولى في مسيرته، مما ساعده على الحصول على المزيد من الخيارات مع الفريق، ومن المحتمل أن يكون شيئا جيدا، لأنه حتى ولو كانت هناك خيارات فإن ميلان سيحاول الاحتفاظ بالكرة لنفسه. أندريس إنيستا هو الفائز بكأس العالم مع إسبانيا، مع ألقاب في الدوري الإسباني والكأس الإسبانية مع برشلونة. عام 2015 لاعب خط الوسط قام بنشر تغريدة عن مزرعته للعنب أصبحت الآن مشروعا، وهي الآن فندق. تقع في كاستيلا لامانشا، على الضيوف دفع 125 يورو يوميا. من كرة القدم الوحيد الذي لديه مزرعة للعنب، كذلك الفائز بكأس العالم. كل من إنيستا من خلال لنادي ليفربول لكرة القدم من توديع واحد من اللاعبين الأكثر ولاء. أن قائد منتخب إنجلترا السابق قد أدلى بشهادته، تم تنظيم المباراة قد عشر. حسنا، أعتقد أننا قمنا بإدلاء شهاداتنا، فقد كنا حذرين في البداية عندما علمنا بالأخرى، كما سنقوم بهذا مع مؤسسة ليفربول والتي سيعد شهادة فريدة من نوعها. وافقنا على الأمر بسرعة. اجتمع هناك عدد هائل من الأسماء اللامعة التي لعبت ضمن ليفربول، أمثال تشابي ألونزو وجون أرني وريسي وديريك كاوت. عندما قمت بالمكالمات الهاتفية وذكرت أنني سألعب في الهجوم مجددا أمام الجمهور، أبدو حماسهم وهم يتوقعون للعودة. لم يكن هناك فريق الريدز فقط، مع أسطورة أرسنال السابق تيري أوري وكابتن تشيلسي جون تيري على استعداد للانضمام إلى هذه المباراة. أعتقد أن الشيء الجيد في المباراة دائما هو ليفربول. حسنا، لقد قلت ذلك مرات عديدة، وهم الأنصار مدهشون. كانت هذه هي المرة الأولى التي بالفعل كنت أشاهد المباراة مع استمتاعي، هذا أمر رائع. يا له من يوم لستيفي جيمس، يا له من يوم لكاراجيس، يا له من يوم للنادي. كنت سعيدا لمجرد كوني جزءا صغيرا من هذا. كان الحدث فرصة للاعبين مثل لويس سواريز وفرناندو توريس لقول كلمتهم الأخيرة وتوديع الفريق الذي لا يزال جزءا منه. نشر سواريز على تويتر تصريحا يعبر فيه عن شرفه في اللاعب إلى جانب جيرارد. على الرغم من نجوميتهم، تم لم شمل الأصدقاء وأساطير الماضي والحاضر والشخص الذي يقف له الجميع، أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد. هل هناك أي شيء زلاتان إبراهيموفيتش غير قادر على تحقيقه؟
بالتأكيد عليه مشاهدة فوز كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالكرة الذهبية كل عام، ولكن هناك الكثير أمام زلاتان أكثر من الجوائز. للأسف لم يكن السويدي هو من قام بإعداد هذا الموقع، لكن مشجعه أندرياس كيلاندر الذي قال: لم نطلب إذنه ولكننا نأمل أن يراه كتجربة مسلية. لكن هذا الموقع كان متواجدا منذ 2003 ولم يكن هناك أي تعليق من المهاجم نفسه فيما يتعلق بالموقع. الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري الممتاز هو الأكثر مشاهدة في العالم، فهناك مشجعون يأتون لمشاهدته من كل ركن من أركان العالم بما في ذلك بعض الشخصيات المشهورة. دعونا نلقي نظرة على أكثر 5 أشخاص غناء وشهرة وممن يمثلون النوادي. في المركز الأول للاعب هناك واحد من أكبر مشجعي كرة القدم الكوميدي والممثل راسل براند، هو في المرتبة الرابعة مع ويستهام. براند قام بمقاطعة مقابلة تلفزيونية مع سام ألدرس لتقبيل المدرب بعد فوزه على ملعب إيبتون. باراك أوباما هو أيضا مشجع لويستهام، الرئيس الأمريكي شاهد مباراة 2003 كما أن لديه بعض المهارات حتى ولو كان يبدو مثل روبوت. في المرتبة الثالثة من المعروف أنه المغني جاستن بيبر يحب كرة القدم، ويبدو أنه من مشجعي إيفرتون ونشر على حسابه في تويتر في عام 2015 صورا له وهو يرتدي قميص نادي ليفربول. لكن إيفرتون هو من المفضلين لدى سيلفستر ستالون بطل أفلام الحركة والذي قام لدور البطولة إلى جانب مع بيليه في فيلم سكايب تو فيكتوري، والذي كان متفاجئا بعد سماع هتافات 30,000 شخص من المدرجات عندما نزل إلى أرض الملعب. كما صور ستالون جزءا من فيلم روكي حوالي نصف ساعة على ملعب جوديسون. في المركز الثاني نجما هوليوود اللامعين براد بيت وأنجلينا جولي، اللذان يعدان من أكبر المشجعين لليفربول. أنفق الزوجين المشهورين مئات من الجنيهات في متجر نادي ليفربول في عام 2012 على بضائع لأطفالهما 6، وعلى ما يبدو أن الابن مادوكس هو معجب كبير بستيفن جيرار. كانت الملكة من مشجعين نادي اللندني لأكثر من 50 عاما بالإضافة إلى حفيدها هاري ووالدتها أو كما سمعنا. عندما زار الفريق قصر باكنغهام في عام 2007 كانت الملكة إليزابيث فخورة جدا. هذا كل شيء، كان هؤلاء الأنصار الأكثر شهرة في الدوري الممتاز. إذا كان أرسنال سينتظر الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لمدة أطول، نأمل أن يكون هناك تدخل ملكي. هذا كل شيء حتى الآن، نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. المهم ركز على 21. كيف 21؟ يعني تنسى هذا وخليك في هذا، وبرضه ركز على 21. الحياة مو كلها شغل، لازم يصير عندي الوقت علشان 21. هذه سلك الله قاعدة ماشي عليها من سنتين وحسيت معها بحياة مختلفة. فضل الله ثم 21. إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى الحمد لله من هذه الدولة نشأت وأنشأت على جمع أبناء هذه البلاد تحت رايه لرحمه رسول الله من اولها الى ثانيها الى
دولة الدرجة الأبرادية وأبناء من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعثمية خادم الحرمين الشريفين. نحن والحمد لله كنا وسارنا تحت رعاية والد المكابي رحمه الله، كنا نصلي معك في الفروض ونحضر مع الغداء والعشاء كذلك، ولذلك أنا لم أقدم لهذه المنطقة أو لهذه البلاد شيء من عندي مثل رحمه الله، لكنني تمكنت من خدمة ديني قبل كل شيء وبلادي تحت إشراف وتوجيه من سعود رحمه الله. والد فيصل رحمه الله كان نائب الملك في الحجاز، هذا دليل اهتمام الملك حاج رحمه الله على ما اعمل باخلاص واجتهاد، ويمكن ان ننسى انجازاته في فتره حكمه. الملك خالد تميز بالصدق والاخلاص والنيه وابوه رحمه الله عودنا على الناس ان نكون خيام الصغيره، وكان الملك فهد الملك رحمه الله يمين رحمه الله هم اساتذتنا في هذا الامر. الملك عبد الله سافرت معه اول سنه من اجل الانطلاق والبدايه في هذه المباراه. المباراه تبدا عن طريق نادي التعاون، من يبدا اولا الان في الثواني الاولى من زمن شوط المباراه الاول بكره ملعوبه طويله لكنها تتحول الى خارج ارضيه الملعب الى الاوت، رميه جانبيه في صالح النادي الاهلي على الجهه اليسار. النادي الاهلي عند الرميه الجانبيه على الجهه اليسار، الرميه الجانبيه ملعوبه والكره واصله الان لمصلحه النادي الاهلي، لكن سرعان ما تعود الى صالح نادي التعاون الاهلي يتخلى عن كثير وأن لا ينتظر المباراة القادمة، وبالتالي ريميرو مبرر له أن يبقي عمر السومة في دكة البدلاء. السؤال لماذا تيسير الجاسم لا يبدأ أساسيا في مباراة الليلة من جانب المدرب السيد ريميرو، المدرب الذي لا شك بأنه في لحظات شد وجذب إلى جانب الجماهير الأهلاوية صاحب 43 عاما، المدرب الأوكراني الذي كان لاعبا دوليا إلى جانب المنتخب الأوكراني وسجل هدف في منتخبنا في مونديال كأس العالم 2006، خاض 75 مباراة دولية ريميروف في التدريب، فاز بالدوري الأوكراني مع دينامو كييف بالإضافة لكأس السوبر في 2015، وصل بدينامو كييف إلى دور 16 لأول مرة من 15 سنة للفريق الأوكراني. الكرة ملعوبة الآن لصالح النادي الأهلي مقطوعة لتعود بعد ذلك إلى صالح النادي التعاون. السكري يحصل على كرة ملعوبة إلى الجهة اليمين، الكرة لصالح نادي التعاون من الجهة اليمنى، مرور ممتاز والتقدم والانطلاقة بكرة قادمة الآن على الجهة اليمين، المحاولة المرور، المحاولة الهرب من سعيد الدوسري، يلعب كرة عرضية لكن هالكرة بعد ذلك تعاد إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى محمد العويس الذي كان متواجدا مع المنتخب السعودي في مباراة أقيمت على هذا الملعب من أمام منتخب مولدوفا في إطار استعدادات الأخضر السعودي من أجل يستحوذ على كرة ملعوبة إلى الجهة اليسار. ثم بعد ذلك المحاولة باقية إلى الأمام بحثا عن ريان موسى والعودة إلى الخلف إلى متوسطي الدفاع، جفين البيشي يأخذ كرة، جفين البيشي عنده كرة، لا شك بأن التعاون أيضا يتغيب على اسم من بداية الموسم بغض النظر عن غياب جهاد الحسين، يتغيب على مدافع ممتاز طلال العبسي الذي يغيب عن نادي التعاون في هذا العام، وطلال العبسي الذي كان له حضورا مميزا إلى جانب نادي التعاون في دوري أبطال آسيا حينما قاد جوميز نادي التعاون في ذلك العام إلى الوصول إلى دوري أبطال آسيا، لكنه تخلى عن فريقه وتحول إلى النادي الأهلي في فترة قصيرة جدا ثم بعد إلى جانب فريق نادي التعاون في هذا العام، ويحتل المرتبة السادسة ويبحث عن فوز وانتصار من أجل أن يمضي قدما إلى الأمام. الكرة في دائرة الوسط، معاذ بن حسين مقهوي، مقهوي يرجع كرة إلى الخلف ثم بعد ذلك تحضير هجوم من بن عمر، بن عمر يعيد الكرة إلى الخلف، معتز الموسى، الموسى يلعب الكرة إلى جهة اليسار لصالح النادي الأهلي من جهة اليسار، فيها صافرة ومخالفة يتدخل بها حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة ليوناردو دي سوزا.
ليوناردو دي سوزا يلعب كرة في دائرة الوسط، والبداية الآن من جانب النادي الأهلي على طول معادة من جانب بيدفع، بيدفع يلعب كرة على اليمين، الأهلي ينطلق ويتقدم من جهة اليمنى والمحاولة ملعوبة إلى الأمام بحثا عن بيدفع، لكن الكرة مقطوعة من أمام بيدفع لكون المباراة ليست من مباريات القمم والدربيات في كرة القدم السعودية، وبالتالي الحضور معقول جدا بالنسبة للجماهير في مباراة الليلة حينما تتحدث عن حضور يتجاوز 15,000 متفرج في هذه المباراة على الأقل حتى هذه اللحظة، في حين متوسط الحضور لمباريات هذا العام 5,371 مشجع، في المقابل بشكل عام هذا العام 789,000 شاركوا وساندوا أنديتهم في مسابقة الدوري السعودي. الكرة ملعوبة على اليسار، السيري يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة وترجع مرة ثانية إلى مصلحة التعاون، التعاون عنده كرة من الجهة اليمين محاولة الانطلاقة، الأهلي يستعيد كرة مباشرة عن طريق القهوي، القهوي بعودة بالكرة إلى الخلف، حمدان الشمراني معتز إلى مارك ميليغان، الأسترالي يأخذ كرة مارك ميليغان، ميليغان ليلة جادة بالنسبة للنادي الأهلي بعد دقائق الخمس الأولى من زمن شوط المباراة الأول. سنتابع إذا كان الأهلي سيستمر في ذلك، وإن كان التعاون سيصمد حول ذلك، وإن كان التعاون له رد على هذه الهجمات التي يصنعها الأهلي في الدقائق الخمس الأولى من زمن شوط المباراة الأول، وبعدها يكسب ركلة ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، وعسيري يلعب كرة بالرأس لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى المميز عصام الطوس بأمم أفريقيا في أكثر من مناسبة، وخاض معهم معترك كأس القارات في جنوب أفريقيا 2009. الكرة ملعوبة إلى صالح النادي الأهلي، حوار يدوم حول هذه الكرة، الكرة في النهاية لمن تكون؟ تكون إلى صالح نادي التعاون، على طول معادة إلى الخلف في صالح التعاون باتجاه مد الله العليان، والعليان يكسب صافرة مخالفة ركلة حرة، لا شك بأنه أصبح مطمع بالنسبة لمدرب المنتخب السعودي سيد بيتي، خصوصا بعد تألق وتجلي في الفترات الماضية بالأرقام، فإنه أفضل من يسجل في عدد الدقائق بالنسبة للنادي الأهلي، أنه كل 86 دقيقة يسجل الهدف الأخير الذي سجله. هذه كرة ملعوبة لصالح نادي التعاون على مستوى خط الدفاع، ملعوبة لدائرة الوسط، التعاون يحصل على كرة من وسط الميدان، ملعوبة إلى سيدريك، سيدريك يحاول المرور والكرة مقطوعة من أمامه، تعود مرة ثانية إلى صالح الأهلي بيدفع، بيدفع عسيري من إبراهيم زبيدي، والكرة ما زالت مع عبد الفتاح، يحاول يعدي زبيدي، يطلع كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية لصالح النادي الأهلي على الطرف الأيمن، الرمية الجانبية لصالح النادي الأهلي الآن على الطرف الأيمن، عبد الفتاح تحركات مرورة لصالح النادي الأهلي، ما زالت المحاولة أهلاوية في وسط الميدان، العودة مباشرة باتجاه حارس المرمى باتجاه محمد العويس، العويس المفرغ تماما لمسابقة الدوري عند ريبيرو، حمدان الشمراني، حمدان مرة ثانية يأخذ الكرة حمدان الشمراني إلى معتز الموسى، كرة بين متوسطي الدفاع إلى مارك ميليغان، مارك ميليغان العودة إلى الخلف باتجاه محمد العويس، العويس يلعب كرة طويلة إلى الأمام، ثم جمهور النادي الأهلي علاقة جيدة، ودائما يردد بأن الأهلي مر عليه من هنا أسماء مميزة جدا من لاعبي كرة القدم التونسية، طارق دياب، نبيل معلول، مراد العقبي، الكرة لصالح النادي الأهلي، محاولة على مستوى الدفاع النادي الأهلي كان ملهما إلى جانب النادي الأهلي في فترة من الفترات، تمريرة ملعوبة قصيرة باتجاه القهوي، القهوي يلعب كرة طويلة إلى اليسار ومحاولة أهلاوية، عبد الفتاح وصل، عبد الفتاح إلى مهند، الله، مباراة المشعة 1-0 لمصلحة النادي الأهلي، يا سلام يا ولد يا لعيب يا عبد الفتاح، بداية من مقاوي كانت روعة إلى عبد الفتاح، عبد الفتاح ما كان أناني فيها، سلم الكرة لمهند، مهند ومهند يحط الكرة في الشباك، 1-0 لمصلحة النادي الأهلي في هذه اللحظة، ليوناردو 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 من وضع الكرة لمهند عسيري، ليو يضع الكرة إلى مهند ومهند يسجل الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، ليو ممتاز، برافو يا ليو، ما كان أناني فيها، تعامل معها من أجل أن يتألق في هذه المباراة ومن أجل أن يتألق في الأمسيات السابقة، وهذه على ما يبدو أيضا أمسية من أماسي مهند عسيري اللي يتقدم للأهلي بهدف في هذه المباراة وفي هذه الجولة، الكرة على الجهة له يسجل أسبقية في هذه المباراة، وبالفعل بعد مضي 10 دقائق أولى من زمن شوط المباراة الأول، أيها السادات والسادة، أيها الأحبة من كل مكان، الأهلي يتمكن من تسجيل هدف الأول في هذه المباراة ويسجل أسبقية في المواجهة عن طريق مهند عسيري،
وأن العسيري أصبح يتقدم للأهلي بهذه المواجهة يؤثر سلبيا على نادي التعاون هذا الغياب. لذلك تشهد بأنه التعاون حتى الآن بدون إطلالات هجومية في مباراة الليلة. صافرة مخالفة ركلة الحرة مباشرة. الرويلي اللاعب الذي انتقل لنادي الهلال ثم عاد مرة أخرى إلى بريده وتحديدا إلى جانب نادي التعاون. الكرة ملعوبة إلى صالح نادي الأهلي على جهة اليسار عند معتز. الشاب المميز جدا إلى جانب نادي الأهلي معدل الأعمار متوسط الأعمار في الفريقين 26 سنة معدل معقول جدا للفريقين. الأهلي الذي يحتل المرتبة الثانية والتعاون النادي الأهلي لأنه لم يتلقى الخسائر إلا ثلاث مرات. في المقابل التعاون 7 تعادلات و7 خسائر في الدوري في هذا العام. الكرة ملعوبة إلى أقصى اليسار. الأهداف المسجلة للنادي الأهلي 49 هدف لكن تلقى الشباك 25 هدف هذا العام. الكرة ملعوبة طويلة جدا إلى صالح نادي التعاون على الجهة اليمين. التعاون عند الكرة وفيه محاولة مقطوعة لخارج أرضية الملعب إلى الأوت رمية جانبية. الهلال من يتصدر الترتيب للدوري في هذا العام بواقع 46 نقطة خلف الأهلي ب 42 نقطة. يعلم الأهلي بأنه في هذا الفوز يقلص الفارق إلى نقطة واحدة منتظرا المباراة المرتبة الثالثة النصر رابعا ب 31 نقطة. كرة للتعاون وتسديدة لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. ثم بعد النصر الاتحاد خامسا ب 30 نقطة، التعاون سادسا 28 نقطة. الفوز بالنسبة للتعاون في هذه المباراة يهديها المرتبة الخامسة مؤقتا حتى الفراغ من الاتحاد عند قمة الجولة وقمة الأسبوع 23 في مباراة يخوضها في الرياض من أمام الشباب. كرة ملعوبة عرضية والمحاولة لصالح نادي الأهلي لكنها مقطوعة ترجع إلى صالح نادي التعاون على الجهة اليمنى. التعاون مع كرة وانطلاق أو تقدم ومرور على الجهة اليمنى الآن من جانب نادي التعاون على الجهة اليمنى الرويلي. الرويلي مر الكرة في وسط الملعب ليس على ما يرام دائما، متى ما أراد أن يكون كذلك سوف يكون هو كذلك دون أن يدفعه أحد إلى أن يكون كذلك. الكرة لفيتما وحاولات أهلاوية نقلات بينية وتمريرات والكرة معادة إلى الخلف إلى معتز الموسى. معتز الموسى يلعب كرة طويلة لكنها إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى الأوت إلى رمية جانبية. كأس السوبر السعودي إلى جانب الأهلي في عام 2016 عاد للتعاون مؤخرا بعد أن قضى موسم واحد مع بنيان. ريكاردو ماشادو البرتغالي يلعب إلى جانب دينامو بوركيتسي في الديربي في رومانيا. الكرة ملعوبة لصالح التعاون في وسط الملعب تلعب إلى جهة اليمين. مدى الله العليا وتمريرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت رمية جانبية. من الطبيعي جدا أنك في الأمتار الأخيرة تشهد صراع على أشدة في مسابقة الدوري في الأمتار الأخيرة وفي الجولات الأخيرة. خسر بتعادل من أمام الفيحة ثم بعد ذلك منافس الهلال على الصدارة المتصدر الهلال وسع الفارق النقطي في تلك الجولة بفوز على الشباب وبالتالي أصبح الفارق بأربع نقاط. الأهلي يجهد الفوز في هذه المباراة ثم عين أخرى يتقدم بهدف دون رد كانت له الأفضلية في العشر دقائق الأولى ترجم هذه الأفضلية بهدف ثم بعدها يبدأ بالتوازن الدفاعي والهجومي يريد أن يحافظ على ما حقق من مكتسبات في الدقائق الماضية. الكرة تعود إلى صالح النادي الأهلي معادة إلى الخلف. تمريرة مقطوعة ثم عودة باص من الدفاع لتعود إلى خط الدفاع الأهلاوي تحديدا عند مارك ميليغان. صفقة جيدة مارك ميليغان ولو أنه أغضب كثير من الأهلاويين في ركلة الترجيح في المباراة الماضية في كأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهة الفيحاء. كثير من الأندية صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة. المخالفة موجودة في وسط الملعب لصالح النادي الأهلي. الأهلي عنده كرة ملعوبة من معتز الموسى. معتز يلعب كرة طويلة إلى أقصى اليمين أيضا من اللاعبين الذين شاركوا في معسكر الإعدادي للمنتخب السعودي من أجل كأس العالم بإذن الله تعالى في موسكو في شهر يونيو القادم بحول الله تعالى. كل الدعوات في منتخبنا الوطني بإذن الله
التعازير يلعب كرة عند منطقة الجزاء لكن مقطوعة وحوار هوائي بالكرة ينتهي إلى مهند عزيري ثم بعد ذلك التدخل من ريكاردو ماشادو يلعب الكرة إلى الأمام المحاولة لصالح نادي التعاون مقطوعة ثم عبد الفتاح عزيري يلعب كرة إلى فيتفا يلعب تمريرة قصيرة ثم واصل الكرة إلى عزيري القهوي يعاد بالكرة إلى مارك ميليغان أحد عن عجل بناء الهجوم البداية من الخلف إلى الأمام ومن الأسفل إلى الأعلى لا يستعجل بها النادي الأهلي يلعب بكل هدوء لأنه استطاع أن يتقدم أولا في زمن شوط المباراة الأول بعد ثلث ساعة من هذه المباراة نستطيع أن نقرأ بأنه التعاون يجد صعوبة كبيرة جدا من أجل أن يصنع لنفسه حضور هجومي ليوناردو يسجل الهدف الثاني في ليلة أهلاوية خالصة ليوناردو يسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب ليوناردو تقدم ووصل وحط في المرمى هدف ثاني لصالح النادي الأهلي بنفس الأسلوب من الهدف الأول ليوناردو يزور شباك نادي التعاون هذه المرة يتكفل بتسجيل الهدف هذه المرة ويسجل هدف ثاني للأهلي ليلة راقية يا راقي ولا أمين في هذا المساء بعد أن صنع الهدف الأول يتمكن من تسجيل الهدف الثاني هدف أول وهدف ثاني يدل على أنه مدرب النادي الأهلي استطاع أن يقرأ نادي التعاون بشكل صحيح يكسر التسلل على مرة التعاون التدخل والتغطية الدفاعية من جانب دفاع النادي الأهلي لتعود بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب من الأوت رمية جانبية الكرة واصلة كرمية جانبية على جهة اليمين للعلية عند الرمية الجانبية لنادي التعاون ملعوبة رمية البيشي يمرر كرة قصيرة إلى ريان ثم جفين مرة ثانية جفين يلعب الكرة إلى جهة اليسار الانطلاقة لم تكتمل لنادي التعاون قلت أنه التعاون يجد صعوبة هذا المساء من أجل أن يهاجم النادي الأهلي واضح أنه من الصعب جدا أن يصل إلى مرمى النادي الأهلي لكنه يمام العليان العليان يمرر الكرة والفرصة ما زالت قائمة لصالح نادي التعاون بتسديدة الآن التعاون يكشف عن حضوره في هذه الليلة في هذه المباراة وتسديدة أولى مباشرة لنادي التعاون من أجل مساندة ومؤازرة عماد بتعب واحد من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية والكرة لصالح التعاون وتسديدة يا سلام الآن يأتي الرد من نادي التعاون الكرة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت رمية جانبية الرمية الجانبية على جهة اليمنى التعاون يهاجم النادي الأهلي